don't care. بداية شوف ان بداية كل واحد بين كيرفل شفتوا على حمام شو اوكي كان صنبو حلو مع انه ما عرفت ما فهمت شو تبغى بالضبط الكتريك زين اوكي اوه هذا السايد بي ماله زي النيوترال بي مال كذا من حركات ال هيك تكون نسبة بنشر اوكي ناس جراب اخرى زي بالسيننج اوه كيف؟ ما اعرف انا كيف استوى بس يلا اوه هاي ذبحت تبدا تجيل بعد اوكي هاي الماتش اب صراحة ما اعرف بالضبط يعني كان في من شخصيات اللي رومي كامبر بس كامبينج ماله مش كيف اقول لك مش سريع هو فكامبينج ماله بس بلوكس اند بلوكس مامو ستار بوي انا فيري توف بوزيشن وهذه بتاخذ ستوك باكر فيري سترونج موف كونفيرم نشوف النامو يسوي سبوت دوج يعرف اوكي ان الكتريكس كان سبوت دوج الكتريك كان سبوت دوج جرابس نشوف الحين نفس ضربه نعم اوكي بداية حلوة حق ستار بوي بس كنترول 30% nothing for both of these characters مو بس كان كان ما هو التك ريسيت اوكي الليزر دون ورك بس اوه نايس كومبو من نامو كان 30% هو الكومبو نايس 50% عبارة عن الكومبو سيلف اوه نايس اوه اوكي تري البلوك بلوك شنينجنز قال ما البلوك ما بيسوي لي بلوك جريت اوه ساعة 12 اوكي داونر اوه ما ضربت هل بنشوف ريجارت ولا هل بنشوف كومبو انتو ريجارت على هل الثلاث اوف ريزر مور امبورتنت ذان ذا ريزر سيلف اوكي نام وشوية برسنت زيادة وعادي هو يموت من الريزر بس مو راح الريزر لكن اوه ضربة اي ثينك مسد اب الجمب ايفن برسنت نو شوية انفيفر نامو وقت بانيشابل لكن نوت تو ماتش نوت ذا الحين الريجر ذبح 100% ذبحت دايموند وباكر بتذبح ايوه
هي واز ديد ديد بس في دنت ماش يمكن كان يعني على الاقل يكون في مكسب تحت. اوكي نب اوه نايس انفيجن 100% في النت بعد. اوه ما هو سوى ال ما اعرف كان بيسوي بس راني غلط. اوكي نايس اس دي اي. اوكي 70 نو نو اوكي كده اقول هي واز نوت ديد. اوه ابيه تذبح اكيد. اوكي 1-1 اندرمان ترمان ضد فازيا again. سرب ما اعرف اذا بعد يلعب لو ها طلعت لا لا صرت في اللوزر فانتو البي كي بتلعب ضد الفايز منهم ها ما اعرف صراحه ما شفت ما شف. والله ما مت يعني مت في جاي خلاص كنت بفوز والله كنت بفوز لما انتحر بس يلا الحمد لله. لا لا ان شاء الله من لوزر كل انا متعودين عليه للاسف كل فوزاتي ما عدا واحده باللوزرز يعني انا لو ما يشد شعري ما بفوز. الحمد لله بس وصلت وانا اي والله صح كلامك بلعب الفايز بين هذيل الاثنين والله مو متفاجئ العب ولا واحد بين ولا واحد من هذيل الاثنين يلا المهم بس لو وصلت هنا جناينز بتلعب بلعب كيجي او كوي او برادو واحد من هذول الثلاث. اوكي بلعب ايذر بجرب 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 اوكي اوكي شباب let me give you some insights. Circle versus Shiba. I think it's game 5 or no game 4. Shiba has 2 stocks high percent and Circle's on his last stock 60%. مين بظنون بفوز؟ Circle خذ الستوك 59-0%. والله صراحة I don't like either of these two characters either كازويا or ستيف. أحس نيناتهم يبولي صداع. والله حلوة صراحة. كازويا كاري وينز خليني اعدل السكور على السريع. والله صراحة مريخز ران توديز ليجندري. اه ثينك شيبا 1 يا بلعب ضد شيبا المرة المليون. اوكي سيكو اي ثينك هيز اوت ات 7th. شيبا 1-3-1 3-0 دام اوكي
اوكي جايز جيم 4 شي مو بشي بس اسمه يلا 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 شو بس نتكلم يلا ماين كارت تو تي ان تي ماين كارت تو تي ان تي ها سوال ايجف كمان ايجف ايجف الكتريك ويند جوت فست ماين كارت هو الماتش اب ستيف ولا كازيكو برا ستيف ستيف اقوى شخصيه في اللعبه لكن كازيو كان اولويز برينج ات باك صراحه كازي شوف الكتريك جمب نير الكتريك جمب نير ابي جمب باك نايس رونج سايز صار الغلط حبيبي زين ستيف تك نايس باكر فروم ستيف مو باكر باكر مو شو حط بلوك فر باك ثرو باك ثرو سوري الصراحة تسد اني ون جيم بيناتهم ما شاء الله لعيبة ستار بوي ناما كازيو حرفيا بس يحتاج 2 3 هيتس وخلاص ايه لكن مشكلته ستيف يسوي له سوي له وول ستيف عنده دايموند ولا؟ لا لا عنده جولد مشكلة ناقص ماتيريال ايرون تاي ايرون هو شوف السيف بلاي انه هو بس شو ياخذ الايرون وخلاص كان يضرب لا خلاص لا لا بروك اب ثرو نايس مات لا مات يلا دايموند خلاص تي 1 ستار بوي 1 لا نامو 1 نامو 1 اوكي ناو وي هاف 2 2 نامو 2 اند ستار بوي 2 ا كلوز جيم 5 ست يا الله مباراة قوية والله شوف it all depends on how Kazuya can respond to Steve and stop him from mining Steve مفروض ما يعطي سبيس انه يخلي Kazuya ولا Kazuya ما يخلي يسمونه يسوي ماين ترى اول ما ستيف عنده الوقت وعنده السبيس انه يقدر يسوي ماين it's the end game for Kazuya مو مشكلة انه end game الفكرة وين انه يسوي له وول فوق بلاتفورم الحين انت كاي شخصيه ما تقدر تسوي شيء ليش؟ لان اذا جيت من فوقه بيسوي لك ابتل لام تكسر بلوكات عرفتوا؟ هذا هاي المشكله هاو المثل الجديد الحين مال ستيف بس اتس هارد تو بانش صحيح وايد صعب يلا بنشوف حال سمول باتل فيلد وين كمس بلاتفورمز هو ازيد ها؟ كيف نغير؟ تمام كيف زيتو؟ اثنين اثنين صفحة ثانية يلا زين بدينا 30% هي شوف يسوي يحط بلوك ما انه مسوي شيء بلوك واحد يكفي لكن كومبو من كومبو كان كاسيا سترينج اب تو اب سماش كان بعيد كان بعيد كان بعيد اوبس نايت بريد حرام كان بيسوي الداون جاب اوب ابي خلاص نو ستراجلينج Walling him off.
هذا هاو الجيم بلاي مال ستيف. شوف ستيف بس يحاول كثر ما يقدر انه بس يبتعد وياخذ الماتيريالز ما يخلي كازي عنده. ايه هي مس دانير. شوف بوست ذا بلوك اند جاست ماينز. نايس ريأكشن تايم. كازي الحين يحاول يتقرب بدون ما شوف ما كان في بلوك برامج السيده. كيد ماينينج عنده تقريبا عنده تو مور ايرون. شوف كيف البلوك يسوي ما يسوي شيء. لازم يكسره. خل ما عنده البيكاكس. نايس ستيل لايف. كازيو وذ ريج. باكر ما نايس باكر. ارتز باكر ترى كونفورم ما تقول. ستيف ناو هاز دايموند. وين كارت؟ اه نايس. كان في ابتل. نير نير؟ لا اوووه لكي. نايس وان باي كازيو. اوكي ستون ماينينج وين كار. اوكي اوه نايس بلاي ريد ابتل. اوكي ماينينج اسوي كازيو لازم يتقرب ما يعطي ديك سبيس بالضبط. اوكي كان بيبه بالكوماند جراب. اولموست كان بيبه سبايك. وان مور جود هيت فروم كازيو خلاص ستيف ميت. ايه شوف كيف الكنترول عندنا باكر بيلدينج بيسوي دايما عنده بعد ستيل ونبل ستيل ونبل ستيل ونبل نوت اوت اوف ات نيفر كاونت اوت ستيف. قتلت افر بيذبح. لا لا ما اولموست اولموست كازيو ناو وذ ماكس ريج. لا خلاص ما اتوقع ستيل وينبل فور ستيف. لا خلاص دان ستيف هاز دايموند. كانوا مسويين ستيف هاز دايموند. مستفير لا نفس الجيم اللي طاف حرام. لازم تحصل ماتيريال لازم نوع ماتيريال فير هاب شاف الموت. لا بس احتاج ابتل في الباكر ولا شيء سمبل. anything would kill at this point. اه خلاص تجي and the game goes to half point. stop half point. الفرح صارت كيد